بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم. هذه نحن الحين راح نزرع شجرة الحنة، شجرة مفيدة للنحل، ولكن نرويكم كيف بعد ما زرعنا الطلحة. شوفوا كيف، وهذه الـ هذه الطريقة اللي قد شرحناها في الفيديو السابق. خلاص، وذا الحين أسقينا الطلحة سقية كاملة، رويناها ماء وخلاص، هتبقى السقية الداخلية للطلحة بإذن الله تعالى. واليوم تاريخ 25/12، وكبنا وزرعناها وسقيناها، والنظام اللي الحمد لله النظام السقية بالطريقة هذه شغال عليها من الباطن من الداخل. إن شاء الله بعد 15 يوم 20 يوم راح ننزلكم فيديو وتشوفوا النتائج بإذن الله تعالى. خلوكم معي وراح نتابع زراعة شجرة الحنة. ما شاء الله ما شاء الله، أحبتي الكرام، الحين هذه طريقة زراعة شجرة الحنة. طبعا شجرة الحنة تحتاج إلى سقية منتظمة، لكن راح أعطيكم الفكرة وشو كيف راح نستفيد من الطريقة هذه اللي هي تجربتنا في زراعة الأشجار البرية والصحراوية في الصحراء وفي الوديان. كيف راح نستفيد من شجرة الحنة؟ نحن في مزرعة، تعرفون المنطقة فيها سدر، فيها مثل ما تشوفون فيها سدر، فيها سدر وأشجار، يعني المنطقة تسقى سقية شبه منتظمة في الأسبوع. الأرض من تحت رويانا ماء. هذه الشجرة أريد أزرعها، ولا أريد أكلف نفسي أني أسقيها ماي كل يوم، فقط أريدها لين تنبت وتشب عروقها في الأرض وتحيا. أنا محتاج أني أسقيها لمدة شهر، شهر ونص، ومن توقف خلاص ما تحتاج، لأن الأرض رطبة وعروقها رايح يوصلها الماي. تعال نزلها الحين، شوفوا الفكرة. بسم الله ما شاء الله، هذا الماي، هذه الطريقة التقطيف اللي نحن استخدمناها. شوفوا كيف قطرات المياه، راح نحطها على طرف. بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. شوفوا وين جبناها، على جنب الشجرة مثل ما تشوفون، الماي قطرات الماي تقطر. هذه بإذن الله السقية راح تكون عليها منتظمة ما لا يقل عن شهر ونص إن شاء الله، ب20 لتر، وشهر من شهر إلى شهر ونص، وربما تسحب إلى شهرين إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى جربنا ال20 لتر بالطريقة هذه، الربع مشى معانا، ربع الطرمبة هاي اللي 20 لتر مشى حوالي 12 يوم، 12 يوم في 12 يوم في 12 يوم في 12 يوم، يعني راح تعدي الشهر، وهذا الوقت كافي للتجذير. طبعا نحن حطينا سماد، شوي سماد في تربة الأرض من تحت، جبنا سماد وخلطنا شوي السماد على اساس السيره ساعد في نمو الشجره. دفنها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد. سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذه الطريقه يا احبتي الكرام سهله جدا، يعني بإمكانكم اللي يريد يشتري مثلا 50 طرمبة يشتري 20 طرمبة يشتري 30 يشتري 40 من أمهات 20 لتر، أسعارها معقولة، لكن تختلف الطرمبات مع الجودة. اللي جربناها هناك الصفرة تحتاج إلى الغطاء شوية، إنك تشده مثل اللزق الأبيض هذا على أساس ما يسرب الماء، وأما ما شاء الله هذه اللي موجودات في أدنوك ما شاء الله ما يسربن. على حسب جودة المنتج اللي بتستخدمه رايح يعطيك شغل مضبوط. هات الفوز، هذه طبعا احنا زارعينها قريب من مشارب المياه، لكن ما نريد نسقيها، ما نريد نخسر عليها، نمد لها ماي وخطوط ماي، يكفيها ان الارض رطوبة الارض اللي تحت راح تعيش عليها باذن الله تعالى. المهم فترة الشهر الين تجذر وتقوى وتحيا، وروحها بشد عمرها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، مثل ما تشوفون هذه الطريقة، هذه اللي تنباع في أدنوك، نوعية جيدة ممتازة، سعرها غالي نعم، لكن أظن أنه ممكن تلقاه في السوق الصيني، في ممكن. المهم أحبتي الكرام، الإنسان يحاول يوفر قدر الإمكان مع المحافظة على الجودة.
جودة البيبات. في المناطق الحارة مثلا يعني أنصح زراعتها في المواسم تكون بالنسبة للأشجار البرية، وممكن حتى في الأوقات الحارة لو كانت درجات الحرارة مرتفعة وتبى تزرع، حاول أن البيبات تكون شوية مدفونة في الأرض أو مرتبة بحيث أن الشمس ما تأذيهم. مع أن زراعة الأشجار البرية أنصح بها من بعد شهر 11 و12 و1 و2 و3، ما شاء الله هذا كله وقت براد والشيار ما يتعب فيه ويحيا، ووقت الشيار يعني يكون في مناسب للتجذير، وقت مناسب للتجذير. ما شاء الله ما شاء الله، ولعلها بعد الصادف أمطار في الفترة هذه، ما شاء الله تكون نور على نور. هذه ما شاء الله بعد ما ترسنا نسقيها سقية واحدة وخلاص، بعد هاي السقية خلاص راح يكون السقية الداخلية بالطريقة اللي ذكرناها. هذا ما عندي أحبتي الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم، يوفقنا وإياكم، ويجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، أن يتقبل منا، وأن ينتفع عشاق الزراعة في الصحراء أو في المناطق الداخلية أو في المزارع يستفيدوا من هذه الطريقة مفيدة. وين ما كنت وين ما تريد تستطيع تغرس وتزرع ما عندك أي مشكلة، وكل مخلوق ميسر لما خلق له. وهذا ما عندي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.